خبر عاجل، وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم. رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي، وقيل أن السبب الوفاة هو تعرضها لجلطة في القلب. إن لله وإن إليه راجعون. الفنانة فتحية طنطاوي في ذمة الله. أشهر أعمالها التلفزيونية البخيل وأنا وسلسال الدم، صرخة أنثى، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، والناس في كفر عسكر، وغيرها من الأعمال. ادعوا لها في التعليقات بالرحمة والمغفرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.